انا ارمانو صح. اما مصدر باش مقود، مصدر ما عندهاش ساعه ما في الزنقه عباد الله. اونطون ماستر اونطون، والدوزيام هبط سام ديك العقبه راهي فين هي من الراس. شو العقبه قداش نزومي عليها؟ ايوا الاخوان تشد عبد الله، واش عرفتوا علاش دابا الشركه اسمك كي بغاو شي يعطيو الحديد نشيا فرج دادين؟ وهذا مشكله يا رماس. الطوموبيل الخاو ديالي كتجبر ما ضربش ساعه ماين في الزنقه، ما كديماريش مره، كتزول الساروت انا كتزول الساروت كتبقى مديماريه. البارح بقات مديماريه، طلعت الفران ديال اليد مثل بريميرا بحال اللي نزيد ويا تسكت، فهمتي؟ بحال ديك الشغل تسكت لي زعما الطوموبيل. وانما المشكلة خوتي نتوما عارف يعني فاش كيكون شي فور ضعيف راه معروف هرمان ويخرج على الطوموبيل ويتكرمس عليها مزيان. ايوا الاخوان نتوما كيفاش ما كتشوفوا دابا غادي نزولو ديك الطابة الباتري. اي انا عينا كنتسناو شي واحد يعطينا شي باتري ولا شي واحد يديماري لنا. الصباح ما كاين حتى شي واحد، يعني كلشي خدام، يعني ما يمكنش يوقف ترونسبور الخدمه ولا يوقف الناس وايف صح هذيك الباتري، لان ماستر الباتريه ديالها شويه صعيبه، فهمتي؟ يعني عندها بالنسبه للشيافر اللي ما عارفينش ماستر فين عندها الباتري، ومشاو حتى طاحوا اونطان مثلا ما بغاتش ديماري ولا الباتري صبحات ميته، من احسن يكون عندك السيرو 13 السيرو 10 والصيصابه دمجو باش كيف ما كتشوف كنفسخو هاد الطابة هادي هي عاد كنجبرو بباتارية. أنا باتري الماستر كتجي عندها في الدرجة، المرسيدس هانتوما عارفين كتجي تحت الطابة ديال تحت رجلك. دابا الإخوان هانتوما كتشوفو يعني الشركة شوية الأمور تعطلت، غادي نزولو ديك باتارية ونصيفط الخاوة اللي ما كيعرف اللي شاف دابا راه ماشي أنا داير ماركت، هذا الخاوة ديالي فهمتي، غادي يفسخ ديك الباتري وغادي يعاودي شارجيها لي تحت ونديماريوها. ومعلوما وطبعا هادشي هذا راه ماشي من نيتي الراسي باش ما يجيبلوش الله بنادم راه اجي مثلا تحتيهم طن شبر ساروس وفسخ، وانما راه اتصلنا بالشركة بالشاف، اتصلنا بالشاف كبير تحياتي للعموم، شرحت له دوز للميكانيك، هدرت مع الميكانيك قال لي يوم يسردوا لك الطوموبيل وبدلوا الباتريات. وانما دابا الساعه الخدمه راه حتى شي واحد ما يبغي يعطيني باتري وغادي يتعطلوا، فلهذا غادي نضطروا نشارجيوها ونديماريها ونطلبوا الله الديماري اخي، حيت هي ما كانتش كدي واخا فيها باتري واخا كدا ما كديماريش. علاش؟ هي ملي ديمارات ما بغاتش تسكت. البارح خدمت بها نهار كامل وهي مديماريه، ما بغيتش نسكتها، فهمتي؟ بالنسبه للشيافر اللي عارفين شنو كاين حريفيه راهو ما عارفين شنو كاين، يعني هادو لا راهو ما بالعكس كاينين شيافر ما كرهناش يبارطاجيو معنا حتى هما شي نصائح ديالهم ويعطيونا شي معلومات من عنده. وهادشي اللي كاين، خليكم مع الفيديو ونشوفوا في الاخر واش تبغي ديماري لنا ولا لا. يلا 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 يلا
دابا نشوفو يسردو لنا الطونوبير هنايا. يبان غير شي واحد عاودي اللي كنعرفو زعما يعطي لنا الباترية. كاين الدراري عاود كان بين فاليهم يلاه غير ما نشوفوش. الجامعة كلها فينا نشارجيو باتري الاخوان كيف ما شفتوا لي ان بنادم هنايا خاص يسقط ورا باتري يعني الساعات الخدمه فهمتي ما يمكنش يوقف الخدمه يعطيك باتري ولي هذا صارت الخاوي بها ولي شارجيها نطلبوا الله يكون خير ما خدمناش يا الصباح يا رمانوس دوزنا هنايا خلاص يا صاحب شبر معك نطلب الله الديماري قايله راسي جربون دي ماري انا قبل نعمل بورنا باش ما عمليها تشعل كونتاك قبل نعمل بورنا تشعل ديك الديوان كدا نضربو عليها دي ماري فهمتي صح هاك بس كتيجات يلا بسم الله بسم الله نضرب بيبا الخاص يبارك ما نطق الله الصح شوف يا خوا لا احتاجك شي فرع عيطوا له عيط فوقاش ما بغيت سير اي ساعه يا اخوتي سير لا دابا جبرتيني عمر انا نجرب واش هاد الديمار ومكونات النادي وانصار عقب هذا الانجاز الهام الذي يعد مصدر فخر لكل الجمهور الرياضي ولسائر الديمار سيرمان كما بعث صاحب الشركه هذه فيها شي ديفو ها باتري شارجي تلتحس في باراده لتحقيقه لكاس عصبه الابطال الافريقيه الفنيه
هي ما كانتش كتسكت دابا ملي كتسكت مزيان وتتبع بكل اعتزاز وابتهاج الانجاز الباهر الذي حققه نادي الوداد البيضاوي لكره القدم. ومن بعد من الصباح يا رماموس دابا غادي نحاولوا نهبطوا عند الدياغنوستيك نشوف شنو عندها. ايوا حنا دابا في اتجاه ديال مدينه الملاعب مركبات وملاعب كامبوس قاعات مغطاه منا شارجي ولا شويه باتري منا نشوفوا باش ملي نعاودوا نشوفوا واش ردي ماري ولا لا. وهادشي اللي كاين ارمانوس انتم عاد هاد الصباح هنايا النصيحه شيافر انا قلت لك شيافر اللي عاد بادين فهمتيني بحال ما صبحت لك الطوموبيل ساكسان باتري بحال ما صبحت ما كديماريش بالدوزيام ما بغاتش ديماري لك لان الناس ما شفتوا العقبه كيفاش عامله وما بغاتش ديماري يعني صبحت ميته فهمتي. ايوا الاخوان وصلتوا معنا اخر فيديو برافو لكم تحياتي لكم. بالنسبه للدراري انا قلت لك اللي باقا عاد مبتدئه هذه هي الطريقه اللي الوحيده اللي تقدر تفك راسك كنتي في بلاصه بعيده ما كاينش اللي غادي يدير بانيك بالباتريه ولا شي حاجه. وشكرا على التعاليق الزوينه واللايكات والمشاركات وما ضمنيتي باتات وصالحه.